أيها الرب إلهي، أنا نادمة من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والحياة الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادمة لأني أغضتك وأهنتك. أيها الرب إلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة فوق كل شيء، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيضك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين. مجد الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. يا قديس ميخائيل، دافع عنا في المعركة لكي لا نهلك في يوم الدينونة، آمين. اللهم اصغي إلى معونتي، يا رب أسرع إلى إغاثتي. المجد للآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. إلى الجوقة الأولى من الملائكة، بشراع القديس ميخائيل والملائكة السارفين الملتهبين بنار الحب الإلهي، اجعلنا يا رب أهلا لأن نشتعل بمحبة كاملة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. إلى الجوكة الثانية من الملائكة، بشفاعة القديس ميخائيل والملائكة الكاروبيم ذوي النور والمعرفة، أعطنا يا رب نعمة لكي نترك طريق الخطيئة ونسرع في طريق الكمال المسيح، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. إلى الجوكة الثالثة من الملائكة، بشفاعة القديس ميخائيل والملائكة العروش الجالس عليهم العلي الكلي القدرة، اغمر قلوبنا يا رب بروح التواضع الحقيقي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا
كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. إلى الشوك الرابع من الملائكة، بشرف قديس ميخائيل والملائكة السيادات، إمنحنا يا رب نعمة السيادة على حواسنا، والقوة على قمع شهواتنا السيئة. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. إلى الجوك الخامسة من الملائكة، بشفاعة القديس ميخائيل والقوات السماويين، تنازل يا رب واحمي نفوسنا من فخاخ الشيطان وتجاربه. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. إلى الشوكة السادسة من الملائكة، بشفاعة القديس ميخائيل والملائكة السلاطين القاهرين، لا تدعنا يا رب نرزح تحت التجارب المهلكة، بل نجنا من الشرير. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،
ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. إلى الشوكة السابعة من الملائكة بشفاعة القديس ميخائيل والملائكة الأرباب الساهرين على الممالك والأقاليم، املأ يا رب نفوسنا بروح الطاعة الحقيقية. آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. إلى الشوكة الثامنة من الملائكة بشفاعة القديس ميخائيل والملائكة الرؤساء، امنحنا يا رب نعمة الثبات في الإيمان والقيام بالأعمال الصالحة كي نصل إلى مجد السماء. أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. إلى الشوكة التاسعة من الملائكة بشفاعة القديس ميخائيل والملائكة القديسين الملتهبين غيرة على خلاصنا، تنازل يا رب وارسل هذه الملائكة ليحرسونا في هذه الحياة الفانية ويقودونا في الآخرة إلى المجد الخالد في السماء. آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين. النهاية أخوتي رح نعمل 4 أبانا. أول واحد إكراما للقديس ميخائيل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. أعطنا واحد إكراما لجبرائيل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. ثالث واحد بإكرام القديس رافائيل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. رابعا إكراما لملاكنا الحارس. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. صلي لأجلنا يا قديس ميخائيل الممجد، سيد كنيسة يسوع المسيح، لكي نكون أهلا لمواعيده. آمين.